بكابلز اليوم موضوعنا هو مشاهدينا الحب والكراهية، هل ممكن ينوجدوا بنفس الوقت ضمن العلاقة؟ هل هالشي صحي للعلاقة؟ وإذا لا كيف ممكن نطلع من هالحالة أو نعالجها؟ أسئلة كتيرة رح نطرحها على ضيفتنا دكتور ألين حسيني عساف. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتينا. حضرتك دكتور بعلم النفس، محللة نفسية وكمان أستاذة جامعية. لما بنسمع حب وكراهية بنفكر مش معقول ينوجدوا اثنيناتهم ضمن العلاقة ونعتبرها علاقة صحية، يعني love hate relationship منا علاقة صحية. ما بعرف إذا علم النفس بينظر لها بهالطريقة. طبعا اليوم رح نحكي عن الحالات منا المرضية، الحالات الطبيعية بين هلالين، ورح نذكر كمان مين بيتميز، يعني أي شخصية عندها مميزات اضطرابات معينة عندها أكثر هالعلاقة هالسيستم هالكوميونيك هال يمكن الشيما بالعلاقات، حب كراهية، حب كراهية، بحبوا كتير بيكرهوا كتير، بذات الوقت كتير بيعملوا سيغ انفستيسمون بالعلاقة، بحب كتير كتير كتير، بعد جمعتين بطل يعني اكستريمز يعني بيروحوا للآخر. مزبوط. اليوم ما رح نحكي طبعا عن مثلا الشخص اللي عنده انفصام بالشخصية، عنده هالتناقض من إحدى الآلية الدفاعية، عنده التناقض بالانفعالات، بس ما رح نحكي عن الحالات المرضية، رح نحكي إجمالا كيف أصلا كل شخص بيكون عنده هالانفعالين الحب والكراهية للشخص اللي بحبه، ولكن بدرجات معينة. مزبوط مزبوط، بدرجات معينة وبترجلوج معين، يعني قديش شخص بيقدر يحول الباسيون الشغف، لأنه كل علاقة عاطفية الحب ببلش بالشغف اللي هو حياته بيكون بين الأشهر وبين السنة ونص أما صحيح. سنتين قديش في هيدا الشغف يتحول ينضج يكبر ويهدى شوي، لأنه الشغف هو باضطراب بعدم ترتيب، لأنه في كتير انفعالات بالشغف منا واضحة. يعني طبيعي أنه ببداية العلاقة يكون موجود هالإكستريم هال يعني الوصول للآخر بهالمشاعر، بس طبعاً في درجات لهالإكستريم اللي عم نحكي عنها. في أشخاص رح نحكي عنهم على الشخصية الإيفيتانت أما البوردر لاين، أنه هالأشخاص بيكونوا كتير بينتقلوا لدوز إكستريم كتير قوية. فمثل ما كنت عم بقول أنه الشغف ببلش العلاقة العاطفية بالشغف، هالشغف بيقدر يتحول بعد فترة زمنية لنضوج. ليه بيكون في شغف؟ أول شيء الشغف يعني بيكون ناطر الشخص من بيكون ناطر من الشخص الثاني يمليله كل الفراغات اللي كان عايشها من طفولته، وبحط له صورة إيدياليزية، يعني بده الآخر يكون إيدياله، بيشوفه بطريقة إيديال، بده إياه إنه هو يكون يكمل له حياته، يكمل له صورته النرجسية عن حالته، يعني تحقيق الذات من خلال هالشخص الآخر، خلال هذا الشخص. بعد فترة زمنية بشوف أنه يمكن ينجرح، يمكن ينهمل من هيدا تاني شخص، ما يمليله، ما يشوف أنه هو قدر يمليله جروحاته السابقة، يمكن يتحول هالحب الكتير هالشغف للكراهية، ويصير في غضب عدوانية وتتحول، لأنه هالقد صار في خيبات أمل بالنسبة للتوقعات من هالشخص الآخر، هالقد كان في جروحات بالعلاقة العاطفية الأولية فيزيونال، وين في انصهار كان مع الأم. هون كنا عم نحكي قبل شوي أنا وياك، كل شيء بيرجع لهالعلاقة مع الأساسية. الأم، يعني إذا بدنا نلاقي من وين مصدر، طب هيدا الشخص كل شخص عنده الحب والكراهية، بحبه لا ما بحبه، بس لدرجات قلنا نرجع، ما رح قلك من صفر نهار، رح قلك من قبل حتى ببطن الحمل، قدي الأم بتقطع للولد أوقات نزوات الحب، نزوات الحياة، وبذات الوقت نزوات الموت، قد ايه بدها اياه لهيدا الولد انه يكبر ببطنه، بس بذات الوقت عندها خوف انه ما تكون ام منيحه، عندها كره من دورها كأم، لأن يعني التناقض بيبدا من هالمرحله، ببلش من بطن او صراع اذا بدك. مزبوط، التناقض بسموه بعلم النفس لامبيفالانس، اللي هي كلمه كثير بتبين قد ايه في خضه، يعني حب نزوات الحياة نزوات الموت. وقتا بيخلق هيدا الولد قدام نحكي عن علاقة هالأم كيف بدها تكون، خاصة أنه هالولد بيعتبر قبل ست أشهر علاقته مع المرأة، مرة حكينا عنها ستاد دو ميغوار، بيعتبر أنه هو وأمه واحد. والأم كلها بيختصرها بالسدي تبع الأم، لو سان ماترنيل، لأنه هو بحالة قلق هيدا الرضيع بيعمل مثل ميكانيست دو ديفانس، حالة يعني ميكانيست دو ديفانس يعني بدافع عن نفسه. مزبوط، آلية دفاعية معينة
بيعمل انشطار كليفاج لها الثدي. الام كلها شايفها بالثدي اللي عم بتامن له الحليب رمزيا، واذا ما بتلبيه الحب بيتحول لكراهيه. يوصل له حب وقتها هو الام عم تحضنه بعيونها باللمس عم بتلبيه دغري بالكلام. بنقول ان بعد بارول، قد ايه ضروري الام تعطيه حمام من الكلام، حمام من النظرات تبعها، كيف عم تعتني فيه. بيصلوا أول انفعالات الحب، بيرجع بجوع هيدا الولد، بيصلوا الخطر من الموت، نزوات الموت بتقوى عنده، خاصة يعني هون بيشعر بالكراهية، بده يدمر من الأم، بده يفوت هالثدي جواته تيضل هو عنده الكونترول عليه تما يجوع بقى. خاصة هون بيصير عنا الكراهية بتكبر وبيشعر فيها أكثر، لسوء الحظ إذا الأم كان عندها البرودة أما الإهمال. أما هون دائما منقولها وقت الام بلبنان في عنا موضه وكثير هي غلط، بترموا الولد وقت بيكون عمره كثير صغير، هذا شيء كثير غلط. بمعنى يعني مثلا توقيت الطعام مزبوط، يعني بعد في نص ساعه بضلوا يبكي الولد لانه على ثلاث ساعات لازم تعطيه البيبرون اما لازم تعطيه صدره. طبعا كثير غلط، تخيلي هذا الولد شو عم بيعيش، حرمان اضطهاد من هذا الشخص اللي بس هو محمد. ولكن كل الام عم تتبع تعليمات الطبيب. طيب بس تتبع تعليمات عن الناس غيرنا. تتبع تعليمات الام تي في شوي. هالشيء كيف بيأثر على الولد؟ بيأثر انه هون وصل له كثير كراهيه، ممكن نوصل للاكستريم، نوصل للانفصام بالشخصيه. احدى اسباب الانفصام بالشخصيه اما الحالات المرضيه باي بولر اما الميلانكولي اما الشعور بالاضطهاد البارانويا، هي بتنتج عن هالعلاقه بكيف هو بيصور الثدي تبع الام، كيف المعاطاه مع الام، قد ايه عندها اهمال مع هالولد انها تلبي له حاجاته، قد ايه بيعيش حرمان اما لا، قد ايه بيشوف حب مع الحليب مع الاكل، قد ايه بيوصل له بكلام الام، قد ايه مشرج حب. يعني في عندي اكزامبل دائما بعطيه لطلابي، عملنا مثل مره صار في دراسه كذا ام حطوها 20 ام بتصور، طلبوا منها هي وعم بتعمل ولد انه تطلع بالولد، تحمله وتطلع فيه، تطلع فيه بابتسامه، الولد ضله ياكل وضله يعني عم اجته نزوات الحياه لانه بده يكبر، اذا ما اكل بيموت. نعم. نطلب من الام ما تطلع فيه، يكون عندها هيك بوكر فيس، ما تطلع فيه بقى، الولد دغري بيوقف اكل. وقتها بنرجع بنطلب من الام ترجع تطلع فيه، مجرد النظره اللي هي مشحونه بالحب بالقبول انه يكبر هذا الولد، الولد دغري بيرجع بياكل. بنشوف قد ايه هالعلاقه اللي هي بالاشهر بالايام بلوتو كمان قد ايه دقيقه دقيقه، لانه فاذا بنشوف انه من اول ما بيخلق الولد موجود الحب مع الكراهيه مع بعضهم بس على درجات. وكيف بيتحول هالولد لاحقا لشخصيه حديه او لشخصيه بوردر لاين او ترابل؟ فوالا، خليني شوية احكي رولا عن الشخصية الحدية اللي هي أكثر شيء بيتميز فيها هيدا الشخص. كثير عياديا بيجوا بيخبروا إنه كان كثير كثير معجوق، عمل سيغ انفستيسمون بالعلاقة، فجأة اختفى مش موجود بقى. بنشوف هيدي شخصية البوردر لاين هو ما عنده رمادي، كأنه بينتقل كثير أبيض أسود، كمال بشوف الآخر بإيدياليزاسيون، بيرجع ديزيدياليزاسيون، بشوفه إنه كثير ما بيلبي له حاجاته، كثير مبسوط، كثير منه مبسوط، منه باي بولر، هو بوردر لاين التاليميت. بينتقل من مطرح لمطرح، بنشوف عنده كثير فزع من حدا يهجره، مش هيك بيهجر قبل ما ينهجر. كثير عنده فراغات، كثير عنده كأنه مبنج مشاعره، مع أنه هو عنده كثير انفعالات بس كأنه مبنجة، بيفزع منه، يعني بيفزع بيتعلق بالشخص أو بيصير في تبعية إذا بدك للشخص. نحن قلنا الحب في تعلق، التعلق طبيعي، شيء شي طبيعي، بس التبعية هو الشيء المرضي، لأنه الرضيع عنده تبعية، لازم يكون عنده النمو النفساني الرضيع تيوصل لمطرح الراشد، ما عنده بقى هذه التبعية، عنده التعلق طبعا بالعلاقه. فمنشوف هالشخصيه البوردر لاين كثير بينتقل من بحب بحب بحب، بيكره بيكره، بيعطي سيغ انفستيسمون للعلاقه وبيختفي بيرجع، الديستانس المسافه بالعلاقه منا واضحه عنده، يا هو بانصهار يا هو ما بده بقى الاخر وبكسر بالاخر. وعندنا ثاني كمان اضطرابات بالشخصيه، هيدي اضطرابات بالشخصيه البوردر لاين، عندنا الثانيه هي الايفيتانت الاجتنابيه اللي بنسميها بالعربي، اللي هي هالشخصيه هي
بتتجنب الحب، بركة بتكره قبل ما تنكره لأنه عندها كتير جروحات عايشتها مع الأم ومع البي قبل، يعني بتكره قبل ما تنكره، يمكن بمشاعر انفعارات الكراهية بتعمل كنترول على الآخر، كنترول على حالة، يمكن هيدي آلية دفاعية بيستعمل الكراهية تضل عن ديفانس تما تنأذى أكتر تما تنجرح بقى أكتر، فبتتجنب يمكن الحب تما تنهمل تما تنجرح الى اخره. نعم. رولا بدي شدد كمان، نحن حكينا على الحاله يعني عم نحلل. نعم. هالرضيع مصدر واساس المصدر. في عنا مصدر ثاني هو بعقده اديب اللي بنحكي عنها بعمر 3 سنين و4 سنين، كمان في عنا تناقض بالحب، هل ده الولد اذا الصبي بدنا ناخذ مثل بيعشق امه، بحبها بطريقه سكسويه بطريقه جنسيه بطابع جنسي، بذات الوقت بفزعوا هيدا الحب، خاصه اذا الام ما كانت عم بتحبه كام بس وبيكرهها بذات الوقت يكرهها. بحب كثير الام وبيكره كثير البي، بده يزيح البي كمان، هون عم بيشعر بالعلاقات العاطفيه مع الام الاوليه مع الام والبي بهيدا التناقض، يعني حتى بعمر صغير عم بيعيش هالتناقض، ولكن علاقه هالمره مع امه مزبوط. كمان إذا ما بدي كتير حلل الأمور، بدي أشوف التربية كيف بتأثر على الامبيفالانس التناقض بالحب، منشوف أوقات الأم أما البي بحبوا بطريقة كمان فيها كتير تناقض، كتير موجودين كتير عم بغنجوا، يمكن بيختفوا يمكن الأم ديبريسيف عندها اكتئاب، بتقعد جمعة جمعتين شهر بالتخت ما بدها حدا يحكي معها، هيدا الولد بعيش بتحبني بتكرهني، يعني ما في استقرار بالحب. مزبوط. من قبل الأهل بيشعر في مشاعر بتوصل له حب 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 كراهية فراغ. ومنعرف مزبوط انه العدوانية بتجي مش بس بالضرب اما بالمقال، بتجي باللا مقال بالاهمال باللا مبالات الى بالبرودة كمان. اوقات كمان منشوف الثنائي هيك وصل له الولد، اهل كتير قراب لبعضهم وكتير بيتخانقوا وبيرجعوا، بحبوا كتير بعضهم وبعد شوي كتير بيتخانقوا وكتير ما بيحكوا اما ما بيعيشوا مع بعضهم، يعني كمان بيوصلوا لهذا الولد انه العلاقة العاطفية كيف نتعاطى معه بهذا التناقض. وهون باللاوعي الولد أكيد عم بيتبنى هالسلوك أو عم يتعلم هالسلوك من أهله، عم يشعروا أول شيء، وقتها بيشعروا بيرجع بيطبقوا ليفهموا بيرجع بيطبقوا بيسقطوا وقتها. نعم. بيصير أم أما بيصير بي كمان. نعم. يعني كتير ضروري عياديا وقتها الشخص بيقول لي ما عندي استابيليتي أفكتيف، عندي أمبيفالانس تناقض بالمشاعر، بفزع من التناقض بالعلاقات اللي عم بشعرها، أول سؤال بينسأل قال وين عاش التناقض؟ وين اوقات بيعيش تناقض مادي، بيكونوا كثير اغنياء كثير مرتاحين ماديا، بلاك ما معهم حق الرغيف الخبز بركه، يعني منشوف قد ايه بيكون عايش تناقض بحياته العاطفيه وكمان المحيط قد ايه عايش كمان هذا التناقض. كبر الولد بعد ما عاش هالتناقض ودخل بعلاقه، ان كانت علاقه ثنائيه او زواج رسمي. نعم. وشعر بلش يشعر انه هالحب بلش يتحول لكراهيه، شو اللي بخليهم يوصلوا لهالمرحله بالثنائي؟ يعني عدم نضوج الشخص، مثل ما قلت لك ببلش الحب اذا بدنا نشوف البروسيسوس دو لامور دو لا رولاسيون اموروز، يعني شغف لازم يتحول لحب. صح. لازم ينضج كيف بالتطور الطبيعي، ولكن منه هل هو طبيعي انه كمان هالحب يتحول لكراهيه؟ نعم، اذا الشغف ما تحول لنضوج، الشخص ما عنده النضوج الذاتي الحب الذاتي وناطر من الاخر دائما هو يكفيله، ناطر من الاخر يحبه يتبع له، فاكيد الشغف رح يتحول لكراهيه وما رح يتحول الشغف رح يتحول لكراهيه وما رح يتحول لحب ناضج، حب بيقدر يكبر ويتقدم كمان. فهون ضروري اذا منعت تبس شو اهم شيء، اهم شيء انه الشخص ما ينطر يكفي الاخر يكمل له جروحاته اما يشفي له جروحاته، يعني الحل بيبدا من عند الشخص ذاته، من عند الشخص بده يحب حاله بده يقوي حاله بده يطور بحاله، والعلاقه بتكون ما فيها انصهار بهيدي الطريقه وما بيصير فيها الشغف قد ما انجرح بيتحول لكراهيه، لا بينضج وبينطر من الاخر يمكن اشياء تعلق مش تبعيه بيكون. ايمتى ممكن نلجا لعلاج نفسي؟
يعني الشخصية البوردر لاين طبعا حسب الدرجات القوة الحالة الاضطرابات ممكن جدا لازم يلجأ لمحلل نفساني أما معالج نفساني لا يقدر يفهم من وين جاي هالأمبيفالانس هالإكستريم هالتنقل من الأسود للأبيض بمشاعره وانفعالاته. طبعا كمان الشريك بده يشوف قبل ما يتجوز يمكن بيناسبه هيك شخص هالقد انستابيليتي، بده يحكي عن جروحاته، عن علاقته مع أمه، عن علاقته ببطن أمه حتى منوصال أوقات شو وصله نزوات الحياة ونزوات الموت كمان. أمور مش هينة أبدا. شكرا لك دكتور عساف ولهالمعلومات، وأهلا وسهلا فيك. وقفي مشاهدينا وحلقتنا بتكمل مع Eat Smart، خليكم معنا.